مجال وكل مكان في بعض المشاكل طبعا. لكن الجديد ان احنا بنقدر نستغل التقنيات الحديثه. دايما سيد الوزير سيد اللواء الفاضل مجدي عبد الغفار وزير الداخليه بيؤكد عليها حسن معامله المواطنين، وان انا اخفف العبء على المواطنين في تعاملهم مع الجهات الشرطيه. تخفيف العبء ده وتعليمات السيد الوزير حطناها في عين الاعتبار. مديريه امن القاهره بتدينا نفكر ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نخفف العبء على المواطن. سياده اللواء الفاضل سياده اللواء خالد عبد العال مساعد اول وزير ومدير امن القاهره استحدث هذه الفكره لفكره سيارات التحقيقات المتنقله اللي انا هتكلم مع حضرتك فيها، اللي هي بتخفف العبء على المواطن وفي نفس الوقت بخفف العبء على اقسام الشرطه. من المجال ده حضرتك كله والهدف كله في الاخر هو تخفيف العبء على المواطن. مبتدا دوت كوم.